صباح الخير عليكم. شوفوا هاد الحالة اللي دارنا لوني الله يعطيه ما ياكل. شوف 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 ضيع واحد النبتة الله كتقطر سقيتها وحطيتها لتحت شو كي ردها وهاد ديال الصباط كي ردو ولا شي سليمان حالتو هذا هو المشكلة ديال القوة فاش غنردو ديال الصباط هنايا معلاش ما خرجت لا سقيت لا والو صراحة كنت كنحك الأرضية و تلهيت بزاف هادشي راه نايضة مفرش خا نايضة بكرا العصا مقدرش نتحرك قلت غادي نمشي شوية رجليا ونشوف الحوتات غادي نمشي عاوتاني نكمل لأن باقي عندي داك المبل خصو يتحك باقي شي حاجة قليلة. سليمان ما عندوش مع التوت انا ولي ما زيد علينا قريب فاش كتجي من القراية كتجي لهنا دابا تلا شي وحدة طايحة ولا وصلت شي وحدة كتاكلها مزيان ان شاء الله حتى تكبر الشجرة مزيان عاد غادي هي عوجة شوية طلع عوجة صراحة خاصة تكالة باش ما تبقاش هكا مايلة شو هاد العرش هذا كل مازال ما طايفش نجي نشوفو شي بانو الحوتات ولا لا هما الكبارات كاينين غير ما غاديش يبانو الماء قلال الماء قلال ما بقاش كيكون بزاف والله يعاوننا نسالي وخلاص داك الدخل باقي وكتجر الخدمه صراحه كثير من نخرجوا باش نديروا هذيك البومبه اللي فمها واسع اذا ما كتبش شي بسنا او هذه هي اللي كتعطي الوريضه نسقيها العشيه سبحان الله الوردة اللي كتعطي في الأول كتعطيها غوز ما عقلتش واش هنا درت ديك الخضرة يمكن كتولي وريضة تاخد طويلة خصني نسقي هادشي العشية يا ربي تعاوني نسالي الصباح لأن كنصبع دوك لي مبل عرفتو المبلات ديالها دوك لي مبل ديال الكوزينة خاصهم يتصبعو باش عاد نقدر فين الأرض هاكم ها مشيو للجنب فين الأخرين تكون البومبة تخنقات مازال كيما قلت لكم كنقلب على شي صندوق اللي يقدر يتخشى تما باش ندير له واحد الطريقة باش يبعد داك الطحالب هاد الطحالب هما هادوك باش يبعدو على داك الجند اللي ديال اللي كتجر منو الماء هذا اللي هو اللي غادي يكون مخنق شي علاش الماء ولا هكا راه هادشي اللي ندير له صراحة هادشي عاود خصو خدمة انا مازال ما ساليتش الداخل خاصني نسالي الداخل هو الاول سليمان راه معطوب ضرو ظهرو قطع له اللحم في الظهر ضرو بزاف نحل لهما سليمان نحل غنحلهم حل واخ هاد الشجرة هادي ديال المشمش ما فهمتش علاش ما كطرحش واش هي غتكون واقيلا الله اعلم الله اعلم ما ملقماش واقيلا الله اعلم لا ما ملقماش واش كيقولوا لها لان هاد شحال من عام دابا حنا باش درناها 3 سنين هادي ما عمرها عطات كاع الرويصات ديالها هي كبرت وفيهاش كاع المشمش نهائيا وانا شفت ديال الجيران راه عندهم فيه المشمش وما داروهم مورانا هادي بان لي انا باعها لنا ما
بالقماش واقيلا الله يعلم، ملي كانت من القمه وما كتعطيش ما فهمتش. يلا خرج خرج الاستراحه، رجع وليده سليمان سير هو غادي يجي يعطيكم. شو فيه بشو هذاك الثوب ضيع وكلشي صراحه، ما كنتش كنبغي نخليهم يخرجوا ولكن سليمان تيخليهم، داكشي كاع اللي ضربنا فيه التماره شفتوا كلشي كرفصوا، لا خصوني بالله هانتم كاع داكشي ديال تحت الشجر كرفصوا، خصو يتعاود كله الثوب ضاع. شي باش خايبين الدجاج حقا شحال مرة كنقرا كتقولوا لي كون كتخلي الدجاج غادي ياكل لك هذاك داك الربيع غاي، انا طلقنا كنطلقوه ما كيدير والو كيمشي غير يضيع داكشي، والربيع بقى هو هو حتى يبسها شفتوه. مازال سليمان راه كيخدم شويه شويه، دابا راه ضرو ظهرو مقدرش كاع وكيخدم كشي باش راه همشو كلشي ضيعو كلشي ردو حالتو. ما نتفاكش انا ما نتفاكش، خطة حط نهزة بسم الله. كياكلوه الطيور ما تيخليوش، الاغلبيه تياكلوه الطيور خصوصا هاد الشجره هادي شتو الوسخ ديالو هنا تعرفوا بلي راه كياكلوه ما تيخليوش. بصحتهم عايز تمشي تعطي الدجاج؟ هاد الخنشات غير ديال لابوبيل ياك؟ الخاوي ها؟ الخاوي دابا نديه الماني. اه ولا بقى في الشمس راه غاتاكلو الشمس. القفل ولا خدم؟ ها؟ القفل. اه. ايوا صافي لا خدم غنخليه يزيد يخدم ياك، جبتي واحد جديد. ايوا صافي. انا غادي نمشي نكمل الصباغه. هاد الورق هاد الشجره هادي قلت له سليمان جاتني واحد الفكره، حيت نغلفو نساليو لداخل وندوزو لبرا نغلفوه ونصبغو ان شاء الله. جاتني واحد الفكره، عمدان غادي ندير واحد هنايا والاخر في الجهه المقابله لهيه، وغادي نحاولو ندوزو باندات اما الخشب اما داك الخيط مزير ولا باش تمشي عليه. هادي 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 راكم عارفينها، هادي هاد الشجره هادي ديك اللي كتعطي داك الورده بحال البوق، راه هي اللي دايرين في هذا في ديك القدام ديال لاتولي. كتمشي كديه شي باش قلت غادي نديرها باش تمشي هنايا وتغطي بلاصه الطوموبيل، لانكم تتقولوا لي دائما وقلت لكم راه ما يصلحش نديروا شي حاجه دريقه اللي هي مفيكسيه، لحقاش ربما نبغوا ندخلوا السلعه خصنا نريبوا كلشي باش تدخل السلعه. هذاك الشيء علاش غادي نديروا شي حاجه اللي ممكن ديفيسا اولا شي حاجه، يعني غادي نحاولوا نديروا شي حاجه هنايا باش تعطي الظل هنايا يعني للدار، وفي نفس الوقت تعطي واحد المنظر. وهاد الشجره هذه تبارك الله كنسقيوها راه كتطلع، وهي ماشي شجره هي راه لوايه، وغادي تعطي الظل للطوموبيل لانها بدات كتقشر شتو بدات كتكرفس بدات كتضيع. وهذاك الفوق الاول ان شاء الله ندير واحد الشيء باش نحميوها. هنايا كما كتشوفوا راه جبنا وريضات العشيه غادي نسقيهم، جبت وحده ليمونيه وحده غوزانديان وحده صفراء كنا خصهم يتسقاو، لحقاش راه ما سقاهمش مولاهم يمكن شتو. نركم الظل وغادي نسقيهم دابا باش ما يمشوش يموتوا. هذه وصلت في الخدمه البارح، يلا عمرت هذوك الحفاري وفينيت هاد الجوانب هادو، وغادي ندوز دابا نكمل الصباغه لان بديت البارح في الليل ولكن عييت تقريبا راه ما فاش دز لكم الفيديو يلا ساليت ديك الساعه 9 ديال الليل، لان كنت كنحك الارضيه فيها تماره بزاف. باقي لنا هاد الداخل هذا يعني هاد الخشبات ديال الداخل، هنا دابا ناخذوا العباره ديالهم انا وسليمان باش غادي يزيد لهم واحد لاطات هاكو ونلقاو فين نديرو كونتر بلاكي باش يعطي الفينيسيون. وبالنسبه لهذا حتى هو يعني غادي ندك على البلايص اللي مقسومين هكا، غادي نحاولوا ما امكن باش يعني ندير لهم كونتر بلاكي
وصافي. المهم انا غادي نمشي دابا نخدم باش نرد الثلاجه لبلاصتها. ها هي شتوها راه شاده لنا البلاصه وصافي هادشي اللي كاين. وغادي تبقى لي السبعه ديال الفوق الفينيسيون ان شاء الله. هنايا راه صافي لصقناه كما كتشوفوا. صافي سالينا التلصاق كامل يعني ديال الخشب كامل. غادي نشوف غير واش كيتحل الباب ليبر شويه كيقيس. هادي مازال غادي نحكوها ان شاء الله. شتو باقي كتقيس. ايوا غادي نحاول ما امكن نفينيوها. صافي الحمد لله ما بقاش بزاف. كنقول بقى بزاف عاود كنقول ما بقاش بزاف. المهم الخدمه كتجبد بعضياتها ماشي مشكل. اهم حاجه واخا نتعطلوا واخا نتكرفصوا المهم هو اننا هاد المره نديروا كل شيء ان شاء الله على حقه وطريقه باش ما نرجعوش نبداو نقولوا لا هادي خاصنا نعاودوها ولا هادي خاصنا نديروا لها ولا هادي خاصنا نفعلوها. اللي درناها صافي ما باقيش غادي نعاودو نقلعو. داكشي باش راه كتشوفونا واخدين وقت وكنسربيو والمهم واخدين وقت وكنسربيو واخدين وقت وكنخدمو باش الحاجه كل حاجه نديروها مزيانه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي نبدل حوايجي ونجي نخدم. غادي نصبغ ان شاء الله وغادي نفيرني تحت من هذه لان تانتيت البلاصه ديال الثلاجه وغادي نفيرنيها باش تنشف. وغادي نرجع عاوتاني نحك الارض هنايا نزيد نفينيها لان راه حكيت ولكن مازال خاصني نزيد نحك ومازال شي بلايص كما كتشوفوا زدت لهم العجين باش نطمس هذوك المهم ماعز. صافي غادي نعاود نحكم لان كنحك وكنعاود كنلقى كتمشي لهم ديك الطبقه كنعاود لهم شي شويه وهي غاديه خاص باش يعني باش يتشبعوا بها يعني خاص يتشبعوا بهذيك العجينه لانها مشكلتها غير كنجي نظف اولا ندير لاتانت كتبدا طير. هذاك الشيء علاش غادي نحاول ما امكن نمشي بهذه الطريقه هذيك كما كتشوفوا راه شي وحدين كنخليهم باينين وشي وحدين كنطمسهم وصافي هادشي اللي كاين باش نكمل خدمتي. تهلاو لي فراسكم دائما كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه وعلى الكلام الزوين وتهلاو لي فراسكم.